موجة ماطرة قوية على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة وتنبيهات هامة لنهاية الأسبوع وجوك ويكند في 90 ثانية. بداية من يوم الخميس تشتد السحب الركامية على مرتفعات جازان وعسير ويصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع فرص لجريان الأودية والشعاب. تمتد السحب الماطرة لأجزاء من نجران والباحة وشرق مكة المكرمة وغرب المدينة وتبوك، ولكن بشكل متفرق حيث يبقى الطقس حارا في باقي المناطق ومستقرا بوجه عام. أما يوم الجمعة فيزداد تدفق الرطوبة المدارية لأجواء المملكة، اشتداد إضافي لقوة السحب الركامية على مرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة والصواعق وتساقط البرديات مع احتمال جريان كبير للأودية والشعاب في مناطق عدة، حيث تشمل فرص الأمطار ولكن بشكل أضعف أجزاء من نجران وغرب منطقة الرياض إداريا ومرتفعات غرب المدينة المنورة. أما يوم السبت فتبقى المناطق الجنوبية الغربية تحت تأثير سحب استوائية يرافقها أمطار غزيرة وفرص عالية لجريان الأودية والشعاب، وتشمل السحب الماطرة الغزيرة مدينة الطائف أيضا. تنبيهات هامة خلال هذه الحالة الجوية: فرص عالية لجريان الأودية والشعاب في جنوب المملكة، وأيضا تنبيه من شدة الصواعق المصاحبة للسحب الركامية، وأيضا تنبيه آخر من شدة الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق.